قفلت البيت ب2 جنيه بس، وحتى الاموره اللي جنبك ربنا يفتحها في وشك، استرزق كده واستفتح منك وشك الجميل ده. يا بيه والنبي يا بيه نادي طول لنا الاشارات شويه، خلينا نسترزق. تدفع كام؟ 16. يوه، ايه الاشاره الزفت دي؟ ما تعصبش نفسك يا سعاده البيت، ما تعصبش نفسك يا سعاده البيت. يا نهارك اسود ومنيل. وبعدين بقى يا بيه، هون على نفسك عشان ربنا يفتحها في وشك. هون هون على ربنا. بص اسكتي. يا سي 2 جنيه بس، يلا بقى خلينا نسترزق. امسكوا، جاتكوا القرف. ربنا يكرمك يا نهار اسود ومنيل. الحق يا بيه، الوكر مش شايفني بكلم حضرتك، قام خاطف الشنطه من جنبك. ده كده اهو، هي امي كده اهو. والله ما انا شايفك اللي في الاس. يا نهار اسود. انت ليه بتتكلمي في الموضوع ده دلوقتي؟ It's finished, it's over. I promise. It's ancient history. Listen. Look, I cannot talk right now, all right? Yes, I'll talk to you later, all right? I'll call you back. Bye, Nora. عملت لك دوشة مش كده؟ يعني بس في الحقيقة أنا مستغرب أوي. من إيه؟ يعني من كام يوم كنت بتقول لي إن الناس غلط، لأنهم متصورين إن طلبة الجامعة الأمريكية دولت متأمريكيين ومتعاليين. ده حقيقي. يبقى عندهم حق. إذا كنتوا بتتكلموا بالشكل ده قصادهم يبقى عندهم حق. لا ما عندهمش. لأن أولاً كل واحد لازم يخليه في نفسه. ثانياً ما يصحش نصدر على بعض أحكام، بالذات لو الأحكام دي كلها جاية من بره. يعني أنا مثلاً ممكن أطول شعري وأعمل سوالف وألبس ذا ليتست فاشن، وفي نفس الوقت أكون بقرأ ليوسف إدريس أو نجيب محفوظ أو أي كاتب من الكتاب العظام بتوعنا. بس تفتكر الناس هتشوف ده؟ طبعاً لأ. كل اللي هيشوفوه هو شوية اللبس والشعر والحاجات دي وهيحكموا عليا منها، صح ولا لا؟ ممكن أقولك على حاجة تبقى تعملها أنت وزمايلك؟ أقول؟ بليز. حاولوا إنكم أنتم ما تدخلوش في العربي كلام مش عربي. I'll try. رغم إن أنا أعرف إنجليزي كويس قوي، لكن ما لفتش نظري كلمة واحدة بس أنت قلتها، كلمة نورة. مين نورة دي؟ She's my girlfriend. She's really beautiful. أنا فرجتها لك قبل كده، شفتها؟ مش عرفني يا ابني، ده أنت كل يوم بيجيب لي واحدة شكل. لا، المرة دي بقى حاجة تانية خالص. She's really different. I hope. وبعدين بقى، مش قلنا مش هندخل على عربي كلام مش عربي؟ I'll try. اعتماد. نعم. نزلت للمدام؟ ايوه بس والله ما انا فاكره اندهلها تاني. اعتماد كبرت يا بابا. اسكت بقى ما تسمعهاش احسن، دي عاملاها اسطوانه كل يوم. هو انا طلعت لها ولا هي اللي ناديت لي؟ والله ما انا فاكره. هو البيت كان عايز ايه؟